ولوتياس ماكسيمس. ولوتياس ماكسيمس بالنسبة لي برون تتني فليكشن هيب فليكشن هيب نام فاطمة خدة عشان تيجي من اكس من فليكشن اكستنشن تيجي من نام من فليكشن تو اكستنشن من فليكشن تو مين اكستنشن ده جلوتياس ماكسيمس. اطلع بقى كده تاني بريزيستنس. طب الراجل كويس تعالى بره السرير بره السرير هو نايم كده اكتر من السرير بقى تعالى اتني ركبتك واحده بس ارفع فوق واحد اثنين ثلاثه اربعه واحد انزل سيب يا واقف اطلع واحد اثنين ثلاثه اربعه اثنين انزل ها الدنيا احسن خد ركبك ارفع انزل ها طب الدنيا احسن يقف بالسرير يا بند ويعملها طب هو مش قادر اطلع على السرير الصبايل لو مش قادر تجيب خالص بقى فليكشن ني فليكشن هيب كمان اتني كمان كمان بس ارفع وسطك فوق نشف بطنك نشف البلوتس ارفع وسطك بيجي ده شغال على مين؟ بيتس ماكس دي ساكته خالص اهي دي ايه؟ ساكته طب لو عملنا انزل تحت شويه اوال هدي لك شويه ارفع رجلك نشف بطنك ونشف البلوتس واطلع مين اللي اشتغلت؟ همس الهامستر يبقى عشان اعزل الهامستر اللي اعمل ايه؟ ازود الفليكشن فليكشن يبقى لو عايز اتارجت مين جلوتس ده الجلوتس ماكس بعد كده بنعملها ازاي؟ بالسيرة بند بعد كده ممكن تطلع سيتو ستاند يقوم يقف يقعد يقف ده كده كده مين احنا خلصنا مين؟ سنشن برون برون ما عرفش يعملها من برون بتنيمو سايد وايز وتاني عشان تبدا الكنترول لا والسايد فاسيليتيشن بعد كده تنيمو برون تاني طب ما جابش برون جابهم مش عارف يجيبها برون تعمل بريدج او جابها بس مش عارف تقويها تعمل بريدجنج هيبقى بالويت بتاعه مش قادر عملها كويس حطه بره السرير ويطلع بيه عملها بقى كويس قوي يعملها بالسرير بندوق على رجله يقول لي بالسرير